فقرة للأطفال يلي هن شاطرين كتير بالحساب الذهني أو يلي عندهم قدرة على تعلم الحساب الذهني يلي بيعد اليوم من أهم المهارات يلي ممكن تعليمها للطفل من خلال أساليب تقنية ومختلفة، وأيضا ممكن تعزز كتير القدرة العقلية وتنمية المهارات عندهم وأيضا المهارات الرياضية عندهم. أكيد يا عفاف، مثل ما قلتي طبعا الحساب الذهني هو مهارة ممكن تعليمها للأطفال بسن مبكر، وأيضا هي بتساعدهم على النجاح بحياتهم وتغيير طريقة تفكيرهم بشكل عام، وليس فقط بمسألة الحساب الذهني، ولكن بصير عندهم قدرات أوسع علمية إن كان بالحياة وإن كان أيضا بالمدرسة. خلينا نتعرف كيف ممكن يتعلموا الحساب الذهني بدقة وبسرعة خلينا نقول بوقت قليل ومن الصفر. كل هاي التفاصيل وغيرها رح نحكي فيها مع ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة المشرفة التعليمية في علمني، الأستاذة سناء المشعل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم صباحك سعيد. الله يسلمك. خلينا بالبداية نكون معك بالبداية مع انطلاق النوادي والبرامج، البرامج الأندية الصيفية للأطفال، كثير عم يتم التركيز من خلالها على المهارات الموجودة عند الأطفال وأهمها هي مهارة الحساب الذهني. اليوم كيف عم يتم تفعيل هاي المهارات عندهم وكيف عم تضوا عليها؟ رح أحكي لك بداية عن المفهوم العام للحساب الذهني. هو إجراء العمليات الحسابية، جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة بسرعة من دون استخدام أي أداة أو آلة حاسبة، فقط الاعتماد على القدرات الدماغية. كلياتنا بنعرف أنه نحن بالحساب الذهني هو عنده قدرة كتير كبيرة على تفعيل عضلة الدماغ ويزيد من المهارات العقلية للطفل. كلياتنا هلا اطفالنا صاروا مدمنين على الانترنت والاجهزه الالكترونيه، لهيك نحن بنجي ببرنامج الحساب الذهني بالمعداد الصيني اللي عم نستخدمه بنقوم بتفعيل شقي الدماغ. عم بيكون في تلف بخلايا الدماغ، عم بيصير في تراجع بعمل الدماغ، فلما بنجي بالحساب الذهني بنفعل شقي الدماغ، الشق الايمن والشق الايسر، الايمن المسؤول عن الصور والايسر المسؤول عن الارقام، هو تحويل الصوره الى رقم. عم بيصير في عمل السيالات العصبية مع بعض البعض لحتى يصير في عندي تركيز أكثر. الحساب الذهني هو مو بس أنا أعرف الأرقام أو أنه أنا أعطي جواب بسرعة، لا، نحن بهي العملية عم نزيد عملية التركيز عند الأطفال. طيب خلينا نحكي شوي اليوم، هل في قابلية معينة للأطفال؟ يعني مثلا نقول هدول هذا السن أو هدول الأطفال مؤهلين أكثر أنه يتعلموا بسرعة أو لا، أي طفل فيه يبدأ هاي المهارة ويتعلمها؟ تمام. الحساب الذهني هو عبارة عن مهارة من المهارات، وأنا دائما أي مهارة بدي أعلمها لطفلي بدي أعطيه الاهتمام، بدي أعطيه التشجيع، بدي أعطيه التركيز لحتى يقدر ياخذ هي المهارة. وبدور المدربة الحساب الذهني أثناء جلسات الحساب الذهني هي عم تقدر تعرف شو المشكلات اللي بيعانوا منها الأطفال وتساعدهم على حلها للوصول إلى هدفهم المراد منهم، وأكيد عم تتعرف على نقاط القوة لحتى تدعم لهم إياها ونقاط الضعف لحتى تحسن لهم إياها مرة بعد مرة. أكيد كل أطفالنا قادرين يتعلموا الحساب الذهني إذا تقدم لهم الرعاية والاهتمام الصحيح. طيب اليوم قبل ما نحن نتوجه للمدربين وناخذ أطفالنا اللي عندهم لحتى يتدربوا على الحساب الذهني، اليوم كيف ممكن نحن كأهل نقدر نكتشف أنه هذا الطفل قادر على أنه يكون مبدع بالحساب الذهني، أو لحتى نحن نبلش معه بالأول وبعدين ناخذه لعند كوتش؟ أول شيء أنا بدي أشوف طفلي إذا عنده شغف حب للرياضيات، إنه هو يحل تمارين بطريقة كتير سريعة، لأنه هو رح يصير روتين إنه هو يحل التمارين بوقت قصير، ويصير عنده روتين يومي إنه يستخدم القدرات الذهنية عنده. أكيد أنا كأم صار في عنا وعي كتير كبير لبرنامج الحساب الذهني، فأنا لازم أكون مع مدربة، لازم أكون مع مدرب عنده القدرة، لأنه كل مدرب ومدربة دخلوا عالم التدريب أكيد عندهم القدرة لإيصال المعلومة للطفل، عندهم القدرة لحتى يوضحوا المعلومة للطفل، عم يقرأ، عم يكتب، عم بيغني، عم بيداوي المدرب أثناء جلسة التدريبية. فأكيد المدرب خاضع لمعايير معينة من ضمن مؤسستنا، مؤسسة علمني، لحتى عم يقدر يوصل لهي الاحترافية بإيصال المعلومة للطفل. وأكيد أنا بوجه تحية من القلب لكل مدرب ومدربة عم يشتغلوا مع أطفالنا لحتى يوصلوا المعلومة، يوصلوها للمستويات المطلوبة. وأكيد هذا كله ما بننسى فضل المؤسسين عنا بمؤسسة علمني، الأستاذة سمية مكي والأستاذة رفيدة مكي، على تقديم معايير التدريب باحترافية.
طيب أستاذة، خلينا كمان اليوم نحكي شوي. الحساب الذهني هو مو بس شيء رياضي، يعني أكيد. رياضات مثل ما قلتي أنت ببداية حديثك أنه هو بيفعل الدماغ عند الطفل، وعملية الحساب يعني بتفعل أي شيء صاير عنده مشكلة، فبالتالي كيف بينعكس الطفل اللي عم يدرب حساب ذهني على باقي حياته التعليمية ضمن المدرسة؟ أول شيء رح نلاحظ بطفلنا أنه رح يزيد تحصيله الدراسي. الطفل لما بيتعلم مهارة الحساب الذهني رح يعيش تغييرات كثيرة بمجال حياته وبمجال التحصيل الدراسي عنده. طبعا الطفل لما بيتعرض لعمليات عقلية، بيتعرض لتمارين، بيتعرض لحل تمارين بطريقة سريعة من دون استخدام أي آلة حاسبة، فأنا بهي الطريقة عم زيد عملية التركيز، عم بصير عنده مرونة أكثر، تفاعل أكثر، نشاط أكثر وتركيز أكثر، لأنه أنا عم وصل له المعلومة عن طريق اللعب. طيب اليوم يعني حكينا عن قدرة الطفل على التفكير وممكن كيف ممكن انه يوجه حاله حتى او حتى الاهل. طيب اليوم شو هي القدرات يلي نحن بنعززها اكثر اذا كانت موجودة عند الطفل والتجأنا نحن لعمليات الحساب الذهني؟ شو ممكن عنده يتطور مهارات ثانية نتيجة هالشيء؟ نحن بنعرف مهارات الحساب الذهني هن ثلاثة: مهارة المعداد، مهارة الأصابع، ومهارة الخيال. نحن عم نشتغل على الخيال، هو أساس البرنامج عنا، لأنه الطفل بحب التحدي، بحب اللعب، بحب المسابقات، فأنا بهي الطريقة عم بوصل له المعلومة عن طريق اللعب، عم بصير عنده قدرات أكثر، زيادة تركيز أكثر، انتباه أكثر، وهذا الشيء كله بينعكس على حياته العملية بشكل عام. طيب أستاذة سناء، كمان اليوم الطفل يمكن الأهل بيقولوا أنه هل في سن معين أنا ممكن بلش فيه مع أطفالي، أنه السن الأفضل اللي ممكن نبلش فيها، هل مثلا 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، أنه سن بتشوفي أفضل من خلال طبعا ممارستك لهذا الشيء ومن خلال رؤيتك لعدد كبير من الأطفال بأعمار مختلفة؟ كل ما كانت مهارة الحساب الذهني بعمر أصغر كانت الاستفادة أكثر، لأنه أنا عم بشتغل على ذاكرة أسرع، على قدرة حفظ أكثر، عم بشتغل على اللاوعي عند الطفل. مهارات الحساب هن الثلاثة، لكن أنا بعمر الأربع سنوات ما بعطي مهارة الأصابع، بأخرها شوي، لأنه بهذا العمر أنا عم أسس عند الطفل مفهوم الأرقام، عم يعرف الأرقام، عم يعرف القيمة العددية للرقم، وأنا بمهارة الأصابع بالحساب الذهني أنا عم برفع القيمة العددية للإصبع، فأنا مهارة الأصابع بلغيها شوي بعمر الأربع سنوات لحتى يخضع لكورس، لحتى يعرف أساس الأرقام، لحتى يعرف القيمة العددية الصحيحة للرقم، بعدين بيخضع لاختبار من قبل المدربة وهي يلي بتقرر إمتى رح تدخله مهارة الأصابع. أكيد كل ما بلشنا بوقت صغير كل ما كانت الاستفادة أكثر. بما أنه اليوم أطفالنا دائماً ماسكين الأجهزة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية، كيف نحن ممكن نستغل وجود هالشي ضمن إيديهم وما يضيع وقتهم هيك سودا، نستغل هالشي بتعليمهم الحساب الذهني؟ في برامج خاصة إلكترونية لتعليم برنامج الحساب الذهني. نحن بالأزمة اللي تعرضنا لها بأزمة الكورونا اضطر المدرب أو المدربة ينتقلوا نقلة نوعية من التدريب المباشر بالقاعات الصفية للتدريب الإلكتروني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هي الوسائل أتاحت فرصة كتير كبيرة للأطفال لحتى يتعلموا مهارة الحساب الذهني، لأنه في برامج خاصة لحتى يتدرب الطفل على مهارة الحساب الذهني أثناء بعد انتهاء الجلسة التدريبية، وأكيد بينعطى اختبارات وهو لازم يبعث الاختبارات ويبعث الواجبات وأوراق العمل بحلها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة المتطورة. طيب شو أهم شيء يمكن اليوم لازم هيك تنصحي فيه الأهل لكل يلي عم بيتابعنا وعنده أطفال وبلشوا بالمهارات الحساب الذهني؟ إحنا بنعرف بعض المهارات مثل اللغة، اكتساب اللغة وما إلى ذلك بحاجة لممارسة دائمة، إذا انقطعت هاي الممارسة بيرجع مهما كان واصل لمرحلة، هل هذا الشيء كمان بينطبق على مهارة الحساب الذهني؟ أكيد مهارة الحساب الذهني هي الأهم فيها، واللي أنا بوجه لكل الأهالي هي الاستمرارية والانتظام بمهارة الحساب الذهني، أنه أنا يتعرض للمستويات المطلوبة منه، لأنه نحن الحساب الذهني هو لعمر 12 سنة، بعد ال 12 سنة نحن بدنا ننقله لبرامج أخرى، فأنا لازم كتير الاستمرارية أنه هو ينتقل بالمستويات لحتى يأخذ الهدف المرجو من الحساب الذهني. أكيد وأنا بفضل الأهالي أنهم يشوفوا أطفالهم يعرفوا شو الشيء اللي عندهم قدراتهم ويشتغلوا عليها وينمولهم ياها.
كمان ذكرتي انه موضوع الاهالي كثير مهم وبيلعب دور كثير كبير أكيد. عند الاطفال وبتنميه هي القدره عندهم. طيب اليوم كثير ممكن نشوف من الاهالي ما نون فاضيين او ما عم ينتبهوا على اولادهم بسبب ظروف الحياه، وممكن كل حدا يكون ملتهي بشغله، ولكن هذا الطفل عنده هي المقدره على انه يكون يكتسب مهاره الحساب الذهني. كيف ممكن اليوم نحن نقدر، ما بدي اقول لك نعطي شويه وقت ننتبه لهذا الطفل اول شيء؟ يعني هي ممكن تكون نصيحه جدا مهمه لكل الاهالي يلي مثلا مسلمين اطفالهم لاساتذه مختصين، ممكن كمان الاساتذه ما ينتبهوا عليهم او يفكرون بس فقط متميزين بهذا المجال. كيف نحن بدنا ننمي هي القدره عندهم او نعطيهم اهتمام ووقت ونكتشف هالشيء بنفس الوقت؟ اطفالنا كلهم عندهم قدرات، لكن في اطفال تضووا على هي القدرات وفي اطفال ما اخذت العنايه اللازمه او الاهتمام اللازم. فانا اطفالنا لازم دائما يتعرضوا لبرامج تنمويه لقدرات عقليه، لالعاب، لتحديات، لمسابقات، لحتى يشاركوا بالنوادي الصيفيه. هلا نحن مقبلين على الصيف، عم نحضر نوادي صيفيه للاطفال. نحن بمركز علمني دمشق عم نحضر نادي صيفي متميز للاطفال، بيتضمن عده برامج وعده مهارات مع بعض، تتضمن حساب ذهني، ذاكرة ذهبية، برنامج السوسو دوكو، وأكيد رحلات ترفيهية وتعليمية وتربوية بنفس الوقت. أكيد الأسعار عم تكون تناسب كل الأهالي وحتى تناسب أطفالنا كمان ويكونوا معنا بالنادي الصيفي بإذن رب العالمين. أكيد أستاذة سناء، بنعرف أنه في بعض الأطفال اللي بيكون عندهم مشاكل، خلينا نقول ذهنية أو مشاكل بال، خلينا نقول بقدرة الاستيعاب، إن كان توحد أو إن كان غيرها من المشاكل السلوكية، هي ممكن تأثر أو لا؟ بالعكس بيقولوا لك ممكن نشوفه يشوف الحساب الذهني هو وسيلة لحتى ننمي قدراته الذهنية ونساعده أكثر على الاندماج. نحن انا ما بفضل سميها صعوبات، انا بفضل سميها تحديات، انه هي هو الطفل عم يتحدى نفسه، عم يتحدى هذا النقص شوي عنده بالخبرات او بالقدرات، عم يتحدى نفسه لحتى يوصل ويصير مثل اقرانه. نحن حاولنا مع اطفال ذو الهمم وكانت تجربتنا معهم جدا رائعه، تعلموا برنامج الحساب الذهني واخذوا قدرات كثير حلوه، وصلوا لمراحل حلوه وشاركوا بالفعاليات اللي نحن عم نعملها سنويا. نحن بمؤسسه تعلمني سنويا عم نقيم مسابقات، لانه بعد ما ينتهي النادي الصيفي نحن كيف بدنا نكافئ اطفالنا؟ فنحن عم نعمل لهم مسابقه على مستوى الجمهوريه، كل المحافظات بتشارك بهي الفعاليه وبيحصلوا على جوائز وبيشاركوا وبيتحدوا نفسهم بهي المسابقه، واكيد هن مشاركتهم معنا هذا الشيء كثير كبير، وهن المتميزين حتى لو كانت محاوله غير ناجحه بالنسبه لهم. دوتي على نقطه كثير مهمه استاذه سناء، وهي فكره التحدي والمنافسه عند أكيد. الاطفال قد ايه اليوم مهم انك تدمجي هذا الطفل مهما كان عنده ممكن مشاكل، ممكن صحية أو حتى عقلية أو حتى يكون ممكن مريض طيف التوحد، ممكن ندمجه. اليوم كتير عم نشوف أطفال عندهم هاي المشكلة أو هذا الاضطراب عم يدمجوهم مع الأطفال وعم يسجلوا بمدارس عامة وعم يكونوا شوي كتير متعاونين مع غيرهم. فقد ايه ممكن يكون مهم بالنسبة لكل الأهالي أنهم يدمجوا طفلهم بهي النوادي والدورات التعليمية لحتى يكتسبوا مهارات أكثر؟ يعني أنت ضويتي على نقطة كتير مهمة، أنه أول خطوة لازم نعملها هي أنه نحط هذا الطفل بنادي لحتى هو يتدرب ويتعلم ويصير عنده، ممكن إذا شاف حدا أشطر منه يصير يغار منه ويصير تماما. أنا برأيي الطفل مهما كانت قدراته هو بيحب اللعب، هو بيحب التحدي، بيحب المسابقات، هو ما بيكره العلم، بس هو ما له عرفان قيمة العلم بهذا العمر الصغير. فهو نحن من واجبنا كمدربين وكأهالي أنه نحن نحط الطفل بجو من اللعب، من التحدي، إيصال المعلومة عن طريق اللعب، إيصاله المعلومة لحتى يوصل لشيء من الاحترافية. أكيد دمج الأطفال مع الأطفال العاديين واللي عندهم مشاكل أكيد هي شغلة كتير مهمة، لأنه هي بتساعد الأطفال على العلاج، بتساعد الأطفال لأنهم يتحدوا الظرف اللي هن فيه ويتحدوا الوقت ويصيروا مثل الأطفال العاديين نوعا ما. فينا نقول أكيد أستاذة سناء مشعل بدنا نتشكر وجودك معنا وعلى كل المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا إياها اليوم. شكرا شكرا كثير لك، شكرا على الاستضافة الحلوة. شكرا لك أستاذة سناء وأكيد بالتوفيق. شكرا لك.